السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلاب جينيوس أونلاين سكول. هيا بنا نبدأ اليوم شرح درسنا الأسماء الخمسة. ركز معايا يا شباب، الكاميرات من فضلكم، لو سمحتم الكاميرات، لو سمحتم الكاميرات، عشان احنا معانا النهاردة درس مهم جدا جدا جدا، أساس للنحو. عمرك ما هتكون في صف اول اعدادي او في صف تاني اعدادي او في صف تالت اعدادي او في اول ثانوي او في تاني ثانوي او في تالت ثانوي، واي امتحان من دول واي صف من دول لازم تتسال عن الاسماء الخمسه. وافضل حاجه ان انت اول مره تاخدها فتفهمها، وما دام فهمتها من اول مره هتثبت على طول، وان شاء الله بعد كده عمركم ما هتنسوها. ايه هي الاسماء الخمسه؟ ركزوا بقى معايا. هي اب، اخ، حم، فو، زو. يبقى تاني يا ولاد، ايه هي الاسماء الخمسه؟ اب، اخ، حم، فو. هم خمسه عائلات، مالهم بقى؟ خمسه من عيله واحده، هم الاب وهم الاخ وهم الحم وهم الفو وهم الزو. خمسه في عائله واحده. قالوا احنا كلنا عيله واحده. يعني ايه عيلة واحدة؟ العيلة دي يا ولاد اعرف الأول معنى كل واحدة فيهم، وده الأهم عندي. معنى كل واحدة، الأب ده يا إياد هو بابا، الأب ده اللي هو بابا بتيجي بمعنى بابا اللي هو الأب. الأخ دي يا سافة اللي هو إيه؟ أخي. معنى إيه الأخ؟ تمام. الحم ده يا ولاد اللي بتيجي معناها إيه؟ يعني إيه حم؟ والد الزوجة ووالد الزوج او والد الزوج. يعني ايه؟ يعني والد الزوجه او والد الزوج. يعني مثلا والدي انا بالنسبه لزوجي اسمه حما، والد زوجي بالنسبه لي اسمه حما، يبقى الحما ده يقرب لي ايه؟ هو والد زوجي. تمام. يقرب لي ايه؟ اللي هو والد والدي انا. فهمتوا؟ اقولها تاني، الحما ده اللي هو والد الزوج او والد الزوجه. يعني انا متزوجه اهو، حمايه يبقى ابو زوجي، ابو زوجي. تمام. طيب مثلا تمام. حد متزوج يبقى والد زوجته ده اسمه حما. كله فاهم يعني ايه حما؟ طيب يعني تمام. فودي يا اولاد، يعني فم، الفم اللي احنا بنتكلم منه ده اللي عمال طول النهار بنتكلم. الفم، ماوس، ماوس يا ايه الضحك ايه؟ ماوس اللي هو الفم. فو، فو ده بمعنى صاحب. يعني انا والولد اياد ده اصحاب، انا ودان اصحاب، انا واحمد اصحاب، يبقى صاحب. زو ده بمعنى صاحب. يعني مثلا احمد زو اخلاق، يعني احمد ده صاحب اخلاق، ولد محترم ومؤدب. أقول مثلا سجى صاحبة ضحكة رقيقة، يعني شذا سو ضحكة رقيقة، اتكسفت شذا. طيب يبقى زو دي معناها صاحب. تمام يا ولاد، في أي هي حاجة صعبة؟ اسمها سجا مش هذا. أو سجى صح؟ يبقى يا ولاد إيه؟ زو بمعنى صاحب. أو طيب نكمل يا ولاد، يبقى زو بمعنى صاحب. ايه هي بقى الاسماء الخمسه وايه شروطها؟ قال لك احنا عيله متكامله، محدش يقدر يفرقنا، ولينا شروط كمان. انتوا تتامروا علينا، يعني جايب الاب والاخ وجايب معاه حماهم وجايب الفم وجايب معاهم صاحبهم وجايين تتامروا؟ قالوا اه احنا جايين نتامر. يا ترى ايه شروطكم؟ شروط الاسماء الخمسه. اتفضل يا عم الحاج قول لنا ايه شروطك، زهقتنا معاك اصلا، قول لنا ايه شروطك. قال لك أول حاجة إحنا نأتي مفردين في الجملة، عشان نقول علينا أسماء خمسة أن تكون مفردة. يعني إيه مفردة؟ يعني تيجي بمعنى أب واحد، ما يجيبش الآباء كلهم، تيجي أخ واحد، تيجي حم واحد، تيجي فو واحد، تيجي زو واحد. وبعدين بعد ما تأتي مفردة إيه اللي يحصل؟ أنا مفردة برضو مضافة، برضو ده أنتوا عيلة رخمة قوي، يعني انتوا مفردين وبرضه مضافين. قالوا اه. طب ازاي هتضافي وانتي مفرده؟ قالت انا هوريكم دلوقتي في الجمل بتاعتي. طيب يا ستي كتر خيرك. قالت بس استنوا. قلنا لها نعم يا ايها العيله اللي زهقتونا انتوا. قالوا احنا هنضاف
بس الغير ياء المتكلم. يا سلام على التناكة، الغير ياء المتكلم كمان. قال له اه، يعني ما ينفعش ان انا يا ابراهيم اقول ابي؟ قال لا، ما ينفعش اقول اخي؟ اقول له لا غلط. ما ينفعش اقول حمي؟ اقول له لا غلط. ما ينفعش اقول فوي؟ اقول له لا غلط. ما ينفعش اقول زوي؟ اقول له لا. اللي هيقول اي واحده من دول مش هيبقوا من الاسماء الخمسه يا ابراهيم، ودول مش عيلتي يا بيسات، وما اعرفهمش ومتبري منهم. يعني الاضافه لياء المتكلم خطا. ياء المتكلم دي خلي بالكم اللي بتبقى تحتها نقطتين برضه عادي. ياء المتكلم قال لا مش عايزين، احنا ما يجيش معانا ياء المتكلم. كلا البتة، شكرا مش عايزينكم، خلاص مش عايزين، مع السلامه. طب ايه العمل دلوقتي؟ قالت ايه؟ قالت ان لما كان ركزوا، كلمة فو دي، كلمة فو محذوفة الميم. يا سلام على الشروط الجميلة، ماشي خلاص دي سهلة. كلمة فو دي اللي هي معناها فم، ما يجيش فيها ميم أبدا، ضيفلها أي حاجة بس ما يجيش معاها الميم. لو جه مش معايا الميم يشمل الأسماء الخمسة. فاهم. آخر حاجة شرط احنا عارفينه من الأول وقلنا لها شكرا، ده انتوا راجعين. زو دي بمعنى صاحب، زو بمعنى صاحب. يعني لو جت زو بمعنى تاني ما تبقاش اسماء خمسه، اقول له اه. لو زو جت بمعنى تاني ما تبقاش اسماء خمسه يا سيف. فهمت يا اولاد يعني ايه اسماء خمسه ويعني ايه شروطها؟ ايوه يا ميس، تعالوا بقى طيب نروح على الكتاب، تعالوا نروح على الكتاب تعالوا والاول بعد كده نشوف الاعراب. يلا بينا يا ابطالي يا حلوين، هيا بنا يا بس رجال، عندي سؤال هيا بنا يا رجال، يلا يا ابني انت عندي وهو سؤال بسرعة سؤال اسأل اتفضل. حضرتك يا ميس دلوقتي، فو يعني فم، هما عايزينها محذوفة الميم، يعني هتبقى فا بس ايه؟ هتبقى فو ايه؟ بتقول ايه؟ هتبقى فو. هوديك دلوقتي بيبقى شكلها عامل ازاي، فو عشان يا كده ميس انا ما رضيتش معنى ادي اي فم. حاجه الا لما نتدرب ونعرف شكلها بيبقى عامل ازاي. تعالى اوريكم شكلها عامل ازاي. اصل حضرتك بتقولي فوه بمعنى قولوا فم، لي بس صفحه لو كام شلنا عشان الميم انا هتبقى كده فم. الكتاب. صفحة 185 يا مس، 185 188 مس بقول لحضرتك بتقولوا؟ اه يا مس محمد ناصر قصده ان فم معناها فم، فهو نور قصده باي. الفم لو مش ينفع يضاف لها مين فتكون فاء، بس هو قصده مش فوق، قصده كلمة فم نفسها. انا مش سامعه ايسل، ممكن ايسل ايسل ممكن ممكن ثانيه معلش عشان الصوت بيقطع عندي يا ولاد. ثانيه ثانيه مؤدب وبطل صوتها. يلا بصوا بقى كده، سامعني كويس؟ اه يا مس، طيب ايوه ممكن محمد ناصر، عشان انا لما بصوا يا اولاد معلش، بس انا لما باجي افتح البي دي اف فالصوت عندي بيقطع، مش عارفه ليه الموضوع ده، لاحظته كتير في اللابتوب عندي، باجي افتح بي دي اف يقوم الصوت لو انتوا بتتكلموا الصوت بيقطع، فعشان كده انا مش سامعاكم، عشان كده قلت لكم ثانيه واحده. يلا يا محمد قول سؤالك. بقول لحضرتك، بس حضرتك مش هما فهو هتبقى محذوفة الميم، ما هي عبارة عن فم، هنحذف اه الميم تبقى فاء. لا، محذوفة الميم بس هي، مش احنا قلنا ان هي مضافة؟ يعني هيتضاف لها الواو او هيتضاف لها الالف او هيتضاف لها الياء زي ما انا هشرح لك دلوقتي. بص هنا يا محمد كده اهي، اقرا القطعة دي يا محمد، حضر خالد وانت هتفهم. حضر خالد حفلة زواج أخيه محمود، وراء أباه يصافح حما تمام محمود، وجاء شيخ ذو زي أزهري، ووضع المنديل على يديهما، ونطق فوه صيغة عقد الجواز. إيه فودي؟
ايه فوه دي؟ اه فو دي اللي هي بقى اللي انت قلتها اللي هي فم. فمه. او اللي هي معناها فم. وليه ده كله؟ ما يقولوا فمه خلاص. لا فو دي معناها فم. يبقى هنا الاسماء الملونة اللي قدامي ايه هي يا سيف؟ اللي هي اخيه، وايه تاني يا سيف؟ وأباه وأخاه و لا ولو فيه وحماه أو حماه وأزو ولو و فو. وفوه. بص يا حبيبي، يبقى هنا الأسماء الخمسة أخيه أباه حماه وزوفه. يلا يا بسان، الكلمات السابقة دي أسماء ولا أفعال؟ بيسان، برافو عليكي. أسماء. عدد كم اسم يا بيسان؟ خمسة. 5 أسماء. تسمى بالأسماء الإيه؟ الخمسة. الخمسة، برافو عليكي. يلا يا شباب، ضع خط تحت الأسماء الخمسة. يلا يا دان، ذو الإرادة يحقق الإنجازات. فين هنا اسم الأسماء الخمسة؟ أيوة زو. برافو عليكي. زو، حلا، لولو، يا لول، كرم المعلم أخاك. فين اسم الأسماء الخمسة هنا يا لول؟ كرم المعلم أخاك. أخاك، برافو عليكي يا لول. يا إبراهيم، ضع الكمامة على فيك وأنفك. شيك. برافو عليك. فيك أو فيك. اللي بعدها محمد علي، لم نسمع صوته اليوم. ماذا يعمل أبوك يا محمد؟ أبوك أبوك، برافو عليك. أحمد البطل، عمك حصل على جائزة كبيرة. لا ما سمعناكش، ايه مشكلة عندك؟ حط خط عليها. طيب محمد سترينج كده عم يعمل. عندي مشكلة بس في المايك. هموسة، اشتركت مع اخيك في المسابقة. فين هنا اسم الاسماء الخمسة يا هموسة؟ أخيك أخ. اخيك، برافو عليك يا همس. يلا يا سلمى، نظفي فاكي يا هالة. فاكر. فاكي، برافو عليكي. يا ملوكة، بيت خالتي ولا أخت أنا مش سامع حد ولعبت بيتكلم. زرت بيت خالتي ولعبت مع بنت خالتي وأخيها أخيها أخيها، الصغير. برافو عليكي. أخيها ده اسم من الأسماء الخمسة. طبعا جارها لأ غلط، وقتها لأ غلط. يلا يا ساجا، وجاء حمو صديقه ابني إيه؟ أنت قلت يا مس الإجابة، ما قلتش. أنت قلت يا مس وجاء حمو صديق، أنا اتقلت يا مس الإجابة. وجاء حمو. طب قولي اللي بعدها. خالي فسلم علي وقال أعرفه أعرف أباك. أباك، برافو. محمد ناصر، فهو رجل. محمد، يوم فهو رجل ايه يا محمد؟ قلت قلت لحضرتك زور. برافو. إياد، أخلاق كريمة، لا ينطق إلا بالخير. لا ينطق ايه يا محمد؟ انا اللي اقول يا مس ولا محمد علي؟ لا أنا آسفة، إياد. إياد، هو إياد قال؟ يلا يا إياد، لا ينطق نقط إلا بالخير. فور. برافو عليك. فوهو، فوهو إلا بالخير. عرفنا إزاي بيكون شكل الأسماء الخمسة يا ولاد؟ تعالوا بقى نعرف إعرابها. تعالوا بقى نروح على السبورة تاني تاني تاني. هيا بنا يا رجال، هيا بنا يا رجال، يا رجال هيا بنا هيا يا بنا يا رجال. مس.
يلا يا ابني انت وهو بسرعة. يلا تعالوا نشوف مع بعض اعراب الاسماء الخمسة ازاي نعربها يا حلوين. نمسح بقى ده كده ونركز خالص 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 في الجزئية اللي احنا هنقولها دي. بصوا احنا هنعمل ايه، هنقسم الصفحة بتاعتنا كده لقسم كمان ودي قسم كمان، عشان القسم اللي في النص ده يا ولاد هيكون ليه علامات الإعراب، علامات الإعراب، والقسم الأخير ده ناخد بقى أمثلة كثيرة 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 أمثلة عليها. تعالوا يا ولاد بصوا بيقول إيه، بيقول إن الأسماء الخمسة دي في الرفع بصوا كده ليها علامة رفع وعلامة نصب وعلامة جر. بصي يا شباب الأسماء الخمسة دي بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر يا إبراهيم بالياء، بالياء يبقى تنصب بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء تاني، يبقى رفع رفع واو نصب ألف جر ياء. اتفقنا يا شباب؟ طيب انا عايز اعرف يا مس رفع في الواو ازاي، لما يكون زي الجملة دي كده ابوك محترم. ابوك هنا موقعها يا ولاد جملة اسمية، والجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر. اذا ابوك تعرف ايه، هعرف لكم انا ابوك عشان تفهم، ابوك موقعها عادي جدا مبتدأ. ايه ده يعني الاسم من الاسماء الخمسه بيجي مبتدا؟ اه طبعا بيجي مبتدا وبيجي خبر، او ممكن يجي فاعل، او ممكن يجي مضاف اليه، او ممكن يجي اسم مجرور. يبقى ابوك يا ولاد بسميها مبتدا، مبتدا عفوا اكتبي الدال، مبتدا مرفوع مالك في ايه، تعالى هنا كده اهو ابوك اقول عليها مبتدا، تعال بس نغير لونها، أبوك مبتدأ ماله مرفوع، مرفوع بإيه يا ولاد؟ بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. طب عايزة جملة تانية أقول أخي ذو خلق، أخي هنا مبتدأ يبقى ذو تعرب إيه يا سيف؟ اللي بيجي بعد المبتدأ إيه يا سيف؟ وخبر برافو عليك، يبقى ذو خبر. الخبر يا حبيبي مرفوع صح، يبقى مرفوع بإيه هنا؟ مس، نعم هو في 2 أسماء خمسة، أسماء خمسة عين، في أخ وفي فوق ذو. اه لا غلط، شفتوا بقى محمد خطأ، ايوه محمد مس أهل اخي اخي يا مس ضغط بالياء، وهي ما ينفعش تبقى من آه الاسماء. برافو عليك يا ولاد إبراهيم، هياخد نجمة ذهبية عشان مركز وعرف يجاوب. برافو عليك يا إبراهيم، نجمة ذهبية 100 100، برافو عليك يا إبراهيم. وانا عندي يبقى سؤال، برضه قول. سؤال تاني يعني، هو يا مس يعني هو يا مس مش ممكن هي الفم دوم مثلا، مش هو ليه عايزها بمعنى صاحب؟ لازم مثلا تيجي بمعنى صاحب، ما ينفعش مثلا صاحب حاجة يعني ايه يعني صاحب شركة مثلا، صاحب عمل، اه صاحب ماشي كتاب. عادي تيجي برضه بمعنى صاحب، بس في مثال هيجي لنا في الكتاب دلوقتي بمعنى تاني. لا هو غلط، ده مش اسم من الاسماء الخمسه، يعني لازم تيجي بمعنى صاحب. ماشي، يعني هو ما حددش لازم يا تبقى صاحب اسم من ايه يعني، الاسماء ما حددش الخمسه، يا صاحب خلق ولا كده صح؟ لازم تيجي بمعنى كلمه صاحب. تمام. ماشي، يعني مثلا ايه ممكن تيجي زوب معنى هذه، اقول ايه اتعلم من هذه، من ذي المعلمه، هي ذي يعني صاحبه المعلمه ولا من هذه المعلمه، هتكون وقتها غلط. فهمت الفرق بين ممكن تيجي ذي او زو بمعنى هذه او هذا، تبقى غلط، انا عايزاها لازم تكون بمعنى صاحب. طيب تمام. المثال الثالث يا ولدي الرفع، ممكن اقول ايه جاء حمو أخي،
وحامو بلاش اخي عشان انتوا بتتلخبطوا لما بتشوفوه. جاء حامو صاحبي. يلا يا محمد ناصر اعرب لي حمو هنا تعرب ايه. دي جملة ايه يا تمام. محمد؟ حمو حمو جاء فاعل، لا مش فاعل، برافو عليك فاعل يا مفعول. محمد، الواو برافو، لانه من الاسماء الايه يا ولاد فاعل. خمسة. برافو عليك، انك لمتميز. فاعل مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه. اذا يا مس انت عايزه تقولي من الامثله دي ان علامات الرفع للاسماء الخمسه بتاتي مرفوعه بالواو لما تكون مبتدا او لما تكون خبر او لما تكون فاعل. اقول لكم اه فهمتوني يا ولاد يا شاطرين. يس. النصب بقى يا ولاد، النصب هي حاجه واحده بس، هي المفعول به لما يجي مفعول به. تمام، يبقى المفعول به بيكون في الاسم من الاسماء الخمسه منصوب بالالف. اقول كده جاء محمد اخاك. يلا يا داني عربي لي اخاك. أخاك جاء محمد أخاك، مفعول به صح؟ ايوه برافو عليك، منصوب علامة نصبه الايه؟ وعلامة نصبه الألف. برافو عليك. اللي بعدها يا ولاد الجر. الجر يا ولاد زي ايه؟ الاسم المجرور. اقول ايه؟ ذهبت الى، ذهبت الى، يلا يا مين اللي هيجاوب دي معايا؟ انا عايزه حد كده مختلف ما جاوبش. مين؟ محمد علي. ذهبت الى ذهبت أبيكا. إلى أفريقيا. اه انا هاجي لأبيكا دلوقتي عشان اقوله ان انت شطور. يلا يا ابراهيم. انا قلت مين؟ انا اسفه، محمد علي. ذهبت الى أبيكا، يبقى اعرب أبيكا ايه يا محمد؟ فاعل يا ولد يا ولد يا ولد، جاي بعد اسم مجرور يا ولد. اسم مجرور، اسم يجرب مجرور، الياء. اسم مجرور يجرب الياء. برافو عليك. يبقى ايه تاني يا ولاد برضو بيجرب الياء؟ هو المضاف اليه. ما المضاف إليه. تنسوش بس، تقدروا بقى تاخدوا سكرين شوت للسبوره بسرعه بسرعه بسرعه. خدت الصورة ينفع اللي ليه؟ ياخدها سكرين شوت يبعتها؟ اه اللي خد سكرين شوت يحط لنا على جروب الواجب. يلا بينا يا ولاد نحل على الجزئية دي عشان عايزة اخد درس اذنية بخير لو سمحتم. هاتولي بقى الصفحة بتاعتنا عشان نشوف اعراب الاسماء الخمسة وشروطها. الشروط سهلة قوي اللي احنا قلناها مع بعض يا احمد، شروط سهلة قوي يا همس اللي قفلت الكاميرا. ممنوع ممنوع يا همس. يلا يا هموسة افتح الكاميرا تاني. يلا ابراهيم، اول سؤال بيقول كلمة أبوك هنا في الجملة أبوك رجل كريم، أبوك في أول الكلام تعرب مبتدأ ولا فاعل؟ مبتدأ برافو عليك، فهي ولذلك فهي مرفوعة منصوبة مشهورة. مرفوع. مرفوعة. يلا يا حلا، كلمة أباك في الجملة الثانية تعرب؟ كلمة أباك في الجملة الثانية. كلمة أباك في الجملة الثانية. تمام. تعرف ثانية بس. أباك مفعول به. برافو عليك، أباك مفعول به. يلا يا سلمى اللي بعدها، أنا عايزة بقى سرعة. بصوا أنا سوحت لكم كده الصورة البتاع ده، كله يجاوب بقى بالدور ده. يلا يا بس سلمى هو أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اسألي. اسألي يا أنا. هو أباك يعتبر اسم مجرور عشان بعدها فيه صح؟ لا لا ده بعدها، ماليش دعوة باللي بعدها، انا بشوف اللي قبلها يا همس. قبلها فعل، والتاء تاء الفاعل، يبقى اباك مفعول به. انا ماليش دعوه باللي بعدها. بص المثال اللي بعدها، انت هتقول المثال اللي بعدها يا لولو. مين اللي كان هيقول اللي بعده؟ انت مين؟ أنا سلمى.
يلا يا سلمى، انا اسف. يلا يا سلمى، أنا كلمة نفسي أبيك. تقول اللي هو أباكة هتكون مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ طبعا اباك هتكون ايه يا حبيبي؟ منصوبه يا، عشان هي مفعول به. قولي اللي بعدها يا توته. كلمه ابيك في الجمله السابقه تعرب ايه؟ أبيك هتكون اسم مجرور عشان جه قبليها على اللي هو اسم مجرور، ولذلك فهي مجرورة. برافو عليك. اسم مجرور ولذلك فهي مجروره. اللي بعدها يبقى علامة الرفع الكلمة الملونة يا ملك هتبقى ايه؟ طبعا الواو في الرفع. علامة نصبه الألف، وعلامة جره الياء. برافو عليك الياء. طيب يلا شباب بقى ايه، نكمل كده بعد ملك. مين؟ اياد. لا حلا. حلا حلا يا حلا، تمام. يلا يا حلا. هيعرب لي الكلمات اللي قدامنا دي. قال ما أجمل أجواء الفرحة، أخو زميلي ذو أخ إنجازات أدبية. ذو هنا إيه يا حلا؟ هتبقى الخبر. برافو عليكي. خبر هنا ما قلناش يا ولاد. أخو علامته الإعرابية الواو عشان مبتدأ. اللي بعد حلا بيسان. يلا يا بيسان. أبيه مضاف إليه ماله؟ علامته علامته إيه؟ برافو الياء، إحنا عشان قلنا بيجرب الياء. حماه يا بس يا دان. يعرب إيه حماه؟ بصي كده يا دان، ما صافح هو حماه. صفح حماه؟ أنا خايفة أقولها. طب مفعول به؟ برافو عليكي صح. طب ليه خايفة؟ هي جملة ايه يا دان؟ انا عايزاكي تقوليها عن فهم. هي دي جملة ايه يا دان؟ جملة فعلية. برافو. فين الفعل وفين الفاعل وفين المفعول؟ مش الجملة الفعلية تكون فعل وفعل ومفعول؟ فين؟ الفاعل ضمير مستتر. برافو عليك. يبقى حماه مفعول بيه. بس لو انت فاهمة ان الفعل ده من مستتر، ليه خايفة؟ ما تخافيش يا قلبي. اللي بعد دان إياد. يلا إياد. وكانت كلماتي تخرج من فيه ممزوجة بالبكاء من شدة سعادتي. لاحظت يا ولاد معنى فم اتحذفت منه الميم ازاي؟ يلا يا إياد. جاية بعد حرف الجر تعرب اسم مجرور. مجرور بإيه يا إياد؟ الكسرة. يا ولد يا ولد، حرام عليك، أنا قلت كسرة. ده أنا قلت تعرب بالعلامات الفرعية ألف واو ياء. هتجننوني وتخلوني اشد شعري. هتجرب تجرب أصل يا مس 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 نعم. أصل أنا في الأول عشان التليفون فصل مني شحن، فأنا دخلت من على الكمبيوتر فما سمعتش بتعرب إيه. طيب هقول لك انا تاني، بتعرف بالواو، بالواو في الرفع، الالف في النصب، الجر بالياء، وهنا هي اسم مجرور تبقى مجرورة بالياء عشان كده ألفيه جف فيها ياء. فهمت يا إياد؟ نعم. يلا شروط الإعراب. الأسماء الخمسة هنا يا ولاد في الجمل، مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مش احنا لسه قايلين على الشروط بتاعتها ان هي بتكون ايه يا همس؟ نعم يا مس. الأسماء الخمسة في الجمل دي مفردة ولا مثنى ولا جمع؟ أبوك. الأسماء الخمسة مفردة. برافو عليك، احنا قلنا شروطها ان هي قالت انا لازم اكون مفردة. الأسماء الخمسة في الجمل السابقة كلها كلها يا محمد علي. اتصلت ولا لم تتصل بياء المتكلم؟ متكلم محمد علي. لم تتصل بها المتكلم. برافو عليك. وكذلك في كلمة حميه. طيب تدل لا ولا لا تدل على الملكية؟ حميه هنا تدل على الملكية يا ولاد. كمل يا محمد. لا لا تدل على الملكية. لا تدل على المكان.
تمام. اللي بعد محمد سيف. الكلمات والضمائر الملونة يا سيف، الكلمات والضمائر دي بعد الأسماء الخمسة بتعرب إيه؟ اسمه تقولي تاني؟ الكلمات والضمائر الملونة يعني الكاف دي أعربها إيه؟ كلمة محمد اللي بيجي بعد الأسماء الخمسة صديقك فوكة، الكاف دي يا ولاد بعربها مضاف إليه، أعربها إيه يا ولاد؟ مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف يلا إليه. اللي بعدها يا محمد عشان أنا جاوبت له سؤال. محمد كلمة فو في الجملة الرابعة تعني فم، وقد تحذف منها حرف إيه؟ الميم كلمة ولا الفاء؟ المي الميم. برافو عليك أشطر محمد. سيف كلمة زو في الجملة الخامسة تعني إيه؟ ذو أه صاحب. برافو عليك، طبعا مش هذا وطبعا مش الذي. في حاجة صعبة يا ولاد في الأسماء الخمسة؟ تعالوا نوصل دي ونروح ناخد درس. لا إيه، طيب يلا بسرعة من فضلكم نوصل دي. يا سجى سجى فاز أخي بالمسابقة. سجى أخي هنا بس طبعا مش اسم من الأسماء الخمسة لأن هي مضافة لإيه؟ بيمس أخي بس هنا مش اسم، مش اسم بس. ليه برافو متكلم عليك ليان متكلم. هنا فم ياه. إبراهيم فم هنا رسمت، فم رسمت فم القطة، فم هنا بها حرف إيه؟ مين وكمان ما تنفعش أحمد. في الأسئلة الخمسة. برافو عليك أحمد. الحم اللي هو والد الزوجة أو والد الزوجة طبعا ليست إيه يا محمد يا أحمد، ليست مضافة. طبعا هسأل آخر ناس تاني اللي هم إبراهيم وأحمد، أضيف لهم الأسئلة اللي تحت دي. إبراهيم استخرج لي بس الجملة انا اللي مش بتحتوي على سألت اسم الا مره الأسماء واحده، الخمسة. نعم انا ما سألتش لسه الا مره واحده بس. حاضر، ما أنا هرجع تاني بالدور من الأول. يلا يا أستاذ مين؟ محمد علي. انا مش لا لا أنا آسفة، إبراهيم. نجح أخو صديقي في الامتحان، دي فيها اسم الأسماء الخمسة؟ اخو برافو، هي كلمات أخو. أحمد شابوري لأن كان سؤاله خلاص معروف. هل غسلت فاك اليوم؟ أحمد أحمد طيارة الدوحة، أحمد خرج، آخر نداء لطيارة الدوحة. قرية قرية قرية. طب قول يا محمد ناصر، هل غسلت فاك اليوم؟ الصوت دامس، هل غسلت فاك؟ ده المايك عند أحمد، ما يقفل المايك. ما عشان هو كان اللي هيجاوب. قول لي يا أحمد، هل غسلت فاك اليوم؟ دي فيها اسم الأسماء الخمسة ولا لأ؟ علم علامة صح ولا غلط؟ ده مش عارف المايك، علم عليها صح أو غلط واقفل المايك. انا قفلته لك، علم صح لا ولا غلط، هل غسلت فاك اليوم؟ طبعا صح، برافو عليك. يلا يا محمد ناصر اللي بعدها. بص يا محمد، قدروا ابائي، اسم الاسماء الخمسه. قدروا آباءكم، قدروا ابائكم صح. لا لا ثانية، ازاي؟ ابائكم ثانية بس أشوف، ثانية آباءكم صح. أباكم أنتم، ما هو أب يا مس، أباك أباكم أباكم. دايما نعم أب يا مس، المفروض دايما يكون مفرد. أباكم أيوة برافو عليك، دي أباكم هو بيتكلم هنا بصيغة الجمع يا محمد، فطبعا طبعا لا غلط. اللي بعدها حلا، سلمت على أخيك، على قصدي حميكة. سلمت على حميها. تمام صح. برافو عليكي سلمى، دي القصة ممتعة.
دي القصة ممتعة. خطأ. خطأ، عشان هنا قال جاب بمعنى هذه، طبعا خطأ. ملك جاء أخي من السفر. خطأ. خطأ. كده هنبدأ الدور من أول بسان يا بس ولاد، ينفع أعرف وهنقرأ حاجة؟ مع بعض. نعم قول. مش ودول يمس صف أباكم، 8 و8 و8. أباكم هو أب واحد بس أباكم أنتم. اه ما هو اباكم انتم، يبقى هو بيتكلم بصيغة الجمع. بقول لكم ايه، أب خدوا لي 188 واجب، الصفحة اللي بعدها واجب، وتعالوا نرجع على درس لو سمحتم بسرعة، درس اذنايا بخير. الدرس ده سهل قوي يا جماعة. مش أنا انا هكتب الرقم قريته صح. يعني، بس هو بيقول لحضرتك ان هو اباكم ده اب واحد، هو عايز معلش فاهمين المعلومه عشان بس لو جات له تاني ما يغلطش فيه. حاضر ماشي، حاضر عينيا، حاضر ثانية واحدة. طيب انتوا معايا يا شباب؟ عرفنا ال 188 واجب، تعالوا نفهمها دي لمحمد. بص يا محمد، وهاتوا لي درس اذنيه بخير على ما فاهم محمد الجزئيه دي. بص يا محمد، هو هنا بيتكلم بصيغه الجمع يا محمد، يعني بيقول لهم ايه؟ جاء اباكم، جاء ماشي، بس الأب مش جامع نفسه، كلمة الأب مش جامع. ماشي، بس هو بيتكلم هنا بصيغه الجمع ليه؟ اباكم 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 كلكم، جاء أباكما، هي المفروض تتنطق أباكما كأنها مثنى يا محمد، يعني هنا جاية مثنى مش جاية، لكن لو هو مثلا يا محمد كان عايزها مفرد كان أباكا، أباكا واحد بس، لكن أباكما أباكما يبقى أنا بكلم كتير أو بكلم اتنين، خصوصا إن هي الكاف مفتوحة الفتحة، الكاف عليها فتحة كده، لو أنا قلت أباكا لكن أنا قلت أباكما كلكم. طب بص يا محمد، لو أنا قلت كده جاء حماكما، حماكما انتوا الاثنين، يعني دي مثنى، عشان كده هي لخبطتك، هي مش جمع هي مثنى، واحنا قلنا ان هي لازم تيجي مفرده، ينفع اقول حماكما؟ لا حماكما يبقى انا بكلمك انت مثلا، انت وابراهيم حماكما، لكن لو قلت جاء حماكه، لو قلت جاء حميكه، الخمسة، الكلمة الخمسة لكن ما ينفعش اقول جاء حميكما، حميكما يبقى مثنى. فهمت الفرق ما بينهم يا محمد؟ يبقى في فرق بين المثنى، تفرق الكلمة، هو بيقول ايه؟ جاء اباكما، كأنه بيقول حماكما، يعني اثنين اثنين جم، ده احنا قلنا ان هو بيجي بصيغة المفرد، ما بيجيش بالمثنى ولا بيجي بالجمع، وهنا الجملة مثنى فعشان كده مش هتنفع. فهم؟ تمام. هديك واحدة كمان بسرعة؟ لا مش فهمتها. يلا بينا، تعالوا نروح على درس أذنايا بخير. لا ليه ما كانت بتاعتك واحدة كنت بقول نسمع حضرتك لسه، احنا النهارده عملنا فن الاستماع. هو احنا ما خدناش أذنايا بخير؟ لا يا مس، والله ما أخذنا مس، أذنايا بخير. ايوه ما خدناش أذنايا مس بخير، احنا هو اخر حاجة اخدناها مس معلش يا مستر، انا ما خدتش بالي ان كان حضرتك حوار لسه مع المعلمين. جايبه تعبير بعد الدرس. قصدي نحو ممكن بقى التعبير ست. يوم السبت، في حصة يوم السبت عشان اخلص، انا عايزه اخلص الفصل ده بأي طريقه يا ولاد، خلصوا الاسبوع ده عشان نبدأ بقى ان شاء الله الاسبوع الجاي نكون مستعدين كده وحلوين. تعالوا نكمل ونمشي بالترتيب. طب الاول قبل ما اكمل، حد عنده اي سؤال؟ يلا يا دوبك عايزين نطبق ناخد الدرس. بس هو انا اصلا ما حلتش في المرة الثانية. حاضر، انا همشي بالترتيب ماشي، يعني معايا دلوقتي من اول بسان لحد الاخر. يلا يا بسان، بسان نعم. يلا اقرأي يا جميلة اذنايا بخير. بصي يا بيتكلم عن الاستماع الجيد، وقد ايه الاستماع مهم جدا جدا، مش بس استماع، يعني لو انا بكلم مثلا بسان مش بس ان هي تكون سامعالي، لا لازم تكون مركزه معايا، ومش بس سامعالي، لا مركزه معايا بالبصر، تكون بصالي ومركزه معايا. يبقى اساس الاستماع الجيد هو التركيز في الصوت، النظر، ان انا كمان اكون بصالك. ممكن انا اقول لك مثلا ايه؟ اقعدي، ممكن انت تقعدي على الارض، ممكن انا وانا بقول لك اقعدي انا بكون بديكي كرسي عشان تقعدي عليه، لو انت مش بصالي هتعرفي ان انا بقول لك اقعدي على كرسي؟ لا طبعا، صح يا ولاد؟
اهم حاجه ان اللي يتكلم معايا لازم اكون مركزه معاه بكل حواسي، لازم اكون مركزه بكل ايه يا اولاد، حواسي يعني حواسي. بالبصر وبالسمع، وبصوا بكل حواسي اكون مركزه. لو انا اقول لك ايه رايك في الريحه، طب انا اصلا مش مركزه ومشغوله بالتليفون ومش عارفه ايه، مش مركزه، ماشي كده، لا لازم ابقى مركزه بكل حواسي، بالشم والسمع والنظر، كل حواسي تكون مركزه مع الشخص اللي قدامي عشان اقدر اكون مركزه. يلا يا بيسان اقرا لنا، رجعت شوف البطله بتاعتنا دي كان ايه قصتها. يا بيسان اقرأي يا قلبي، رجعت من المدرسة. أشعة أنا القسم بطريقة ومضطرة أن تحكم استعنت على أمي وقلت لها أنني أود الذهاب للطبيب لفحص أمي لأنني لم أعرف أفعل شيئا، فبدأ على أمي القلق والخوف وقالت ماذا بك يا بنيتي؟ هل قال لي بخير يا هند؟ أخبرتها أنني لم أعد أذن شيئا ولم تتوسع في طلبي، وذهبنا بالفعل إلى الطبيب. وحين فحص أمي نظر بين بشن وقال إن شاء الله فأنت تتمتعين بشرع جيد جدا ولا أرى أي مشكلة في إذنك. نصرت له بعد كده لا أزال ليس من خير، فأنا لم أعد أسمع شيئا. قال التنفيذ ماذا تقولين هذا؟ أنا أراك في أفضل حال. برافو. البطلة بتاعتنا هند دي، لا بس خلاص يا توتا، البطلة بتاعتنا هند دي رجعت من المدرسة وكانت متضايقة جدا، وإيه اللي حصل لها؟ فقالت لأمها يا أمي أردت الذهاب لفحص أذني، أنا عايزة أروح للدكتور يفحص لي أذني. فالأم شعرت بالقلق والخوف وخافت جدا على بنتها وقالت لها ماذا بك يا بنيتي؟ هل أنت بخير؟ ده أسلوب إيه يا أولاد؟ ده أسلوب استفهام. ماذا بك يا بنيتي؟ هل أنت بخير؟ قالت لها لا أنا ما بسمعش كويس يا أمي. الأم كان رد فعلها إنها لم تتوانى، لم تتوانى يا سيف معناها لم تتأخر، الأم ما تأخرتش عن الطلب. وبالفعل الأم ذهبت للطبيب وكانت مندهشة وقال لها ما شاء الله أنت بتنعمي بسمع جيد جدا، يعني سمعك كويس قوي، ما عندكيش مشكلة في السمع. يا ترى أمال إيه مشكلة هند البطلة بتاعتنا يا سيف؟ الطبيب لما قال لها انك سمعاكي جيد هي كانت مستنكره، تقول له لا طبعا انا عندي مشكله، ازاي ان انت بتقولي ان انا سمعي كويس؟ تعالوا نعرف ايه مشكله البنت. يلا يا دان كملي. قلت تمام، قلت ماشي، وقلت متوجهة إلى أمي: تتذكرين يا أمي حين طلب مني جدي أن أفتح لها النافذة، وعندما فتحتها قال أنا لم أخبرك بذلك وظل يضحك، وحين طلب مني المعلم أن أصمم مشروعا خاصة بمادة اللغة العربية، وعندما فرغت منه رغم أنه استغرق جهدا كثيرا أعطيته إياه، فأخبرني بأنني لم أسمعه جيدا وأن هذا المشروع ليس هو المطلوب تصميمه، وبذلك أضعت وقتي وجهدي ولم أقدم المشروع الصحيح. برافو عليك. البنت ردت وقالت زي ما دان قالت لنا، تقول لا اتذكرين يا امي، يعني فاكره يا امي، اتتذكرين فاكره يا امي لما جدي طلب مني ان انا افتح النافذه وعندما فتحتها قال انا ما اخبرتلكيش بكده، انا ما قلتلكيش كده اصلا، وفضل يضحك. وحين طلب مني المعلم اصمم مشروع خاص بماده اللغه العربيه، وبعد ان فرغت منه، معنى فرغت انتهيت من المشروع رغم ان هو خد مني جهد كبير ووقت كبير جدا، اخبرني انني لم اسمعه جيدا، قال انت ما سمعتنيش كويس، وان هذا المشروع ليس هو المطلوب تصميمه، وبكده انا ضيعت وقتي وجهدي ولم اقدم المشروع الصحيح، انا ما قدمتش المشروع الصح يا امي. طيب يبقى البنت عملت ايه؟ البنت هنا زعلانه طبعا عشان حصل لها موقفين، موقف ان النافذه بتاع جدها طلب منها فتح وهي راحت فتحت النافذه لكنها لم تسمعه جيدا، وقامت بعمل مشروع خطأ لانها لم تسمع المعلم جيدا. تعالوا نعرف ايه اللي بعدها، يا مين اللي عليه الدور في القراءه بعد دان؟ راح فين 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 فين؟ يلا يا اياد ايدو، يلا يا عسل. كذلك الأمر. كذلك الأمر مع صديقتي سهى، فأنت تعرفين كم أحبها ودائما ما أود مساعدتها لدرجة أنني أفهم ما تريد بدون أن تتحدث، فحين أخبرتني بأنها حزينة بدون أن تكمل
أخبرتها بأنني أشعر بها وأخذت أفكر لها في الحلول، ورغم ذلك غضبت مني وقالت لي إنني لم أسمعها. أليست هذه أسبابا كافية تدل على أن أذني بها مشكلة وأذني بهما مشكلة؟ أذنايا بهما مشكلة. برافو عليك. بيقول إيه يا ولاد؟ بيقول إن الأمر مع صديقتي سهى، تقول لها أنت تعرفين كم أحبها، يعني سهى أنا بحبها جدا، وكان عندها مشكلة وكانت عايزاني أسمعها، فأنا أخبرتها إن أنا حزينة جدا عشانها وإن أنا حاسة بيها. أول ما جت تحكي لها قالت لها آه والله أنا زعلانة قوي عشانك، أنا حاسة بيكي جدا، وسابتها ومشيت. فصاحبتها طبعا اتضايقت منها عشان أنا ما سمعتهاش. يبقى هنا هي مشكلة ان هي ما بتسمعش بودانها، ولا هي ما تديش فرصة لزميلتها ان هي تحكي وتسمعها كويس ودايما متسمعة ومستعجلة. صح صح ما يا ولاد؟ اديتش فرصة لصاحبتها. ايوه، يبقى دي مش مشكلة اذن يا سلمى، دي مشكلة ايه؟ عدم دي مشكلة إن الاستماع هي ما الجيد. بتسمعش لحد. ايوه، لا هي عدم الاستماع الجيد، هي ما بتسمعش كويس للي قدامها، مش بتركز معاه، مش بتعطي فرصة للي امامها ان هو يتكلم. فهمت يا ولاد؟ يلا اللي بعدها سريعة، اللي بعدها همس. يلا يا همس. ضحكت أمي، ضحكت أمي وقالت لقد انتهى فؤادي عليك عليك يا ابنتي، إن جدك أن جدتي عندما طلب منك أن تفتحي لم يكن يقصد النافذة، فأنت لم تنظري إلى يديه، وبدون أن تلتفتي خمنت أنه يريد فتح النافذة، رغم أنه كان في يدي علبة لم يستطيع فتحها. فشدوكي. فجدك رجل كبير في السن ولم يعد يقوى على مثل هذه الأمور، فكان عليك أن تنظري إليه جيدا، التواصل بالعينين. فالتواصل بالعينين أمر مهم عند الاستماع، ويجب أن تركزي بأذنيك وعينيك وعقلك مع محدثك. وعينيك وعقلك مع محدثك، وكوني مستمتعة لا مستمعة مستمعة جيدة. مستمعة جيدة، ولا تركزي على التفكير فيما خلصت العربي؟ يلا، فيما ستقولينه أنت، ستقوله أنت أو أو ستفعلينه بعد لحظات، ولكن ولكن ركزي على ما يقوله محدثك في محدثك اللحظة في الحالية. اللحظة الحالية. برافو عليكي. يبقى نصحتها الأم إن هي لازم تركز بعقلها وبالعين وبأذنيها وبعينيها مع محدثها. يلا يا محمد علي. أما صديقتك سهى، يلا تشرح لها بقى موضوع سهى. يبقى جدها كان محتاجة تفتح الصندوق عشان هو رجل كبير في الله السن، هي يبارك ما فيك. نظرتش ليه، فكان من أما المفترض. فكنت كان من المفترض ألا تقاطعيها وأن تتركيها حتى تكمل ما تريد البوح به، والأفضل أن تدعي المتحدث يفرغ من إخبارك وموقفه، كذلك لا تحاول المساعدة فورا، فيعتقد بعضهم أن استماعك لمشكلات الآخرين يجب ينتج عنه إيجاد حلول سريعة وسهلة، لكنها اعتقاد غير صحيح. بدلا من هذا التصرف، استوعبي أن قيمة ما يقول محدثك هي البوح في الأساس، والغرض أن يجد من ينصت إليه. برافو عليك. هنا مشكلتك مع سهى ان سهى كانت جايه تحكي لك، لكن انت فورا رديتي عليها وقلت لها انا فاهمه كلامك، لا معلش والله انا زعلانه عشانك، ما سمعتهاش. اوقات يا اولاد لو حد بيجي يكلمنا مش بيكون عايز حل المشكله، هو بيكون عايزنا بس نسمعه كويس جدا. يلا اللي بعدها، مين اللي عليه الدور؟ هيقرا بسرعه يا سيف. سيف، اما بالنسبه لمعلمك سيف، بس المس بتاعك عن السماعة ما كانتش عارفة شغالة. قولي يا حبيبي. أما بالنسبة لمعلمك، أما بالنسبة لمعلمك فقد تواصلت معه بالفعل وأخبرني بأنك كنت شاركت الذهن في أثناء شرحه المشروع،
وأنك لم تنتبه إليه في خلال حديثي، ولذلك تم فهمتي. لم تنتبهي، وأنك لم تنتبهي، أنت لم تنتبهي لي ولذلك الموضوع لم تفهمي لب الموضوع. ما فهمتيش لب يعني أصل اللي هو محتاجه بالظبط. وكان عليك أن تنتبهي إليه إيه جيدا طيب، يا حبيبي، وأن تزيلي وأن تزيل جميع المشتتات مشتتات الانتباه. يعني مثلا لو ماسكه تليفون هتسيبيه عشان تسمعي اللي بيكلمك، لو مثلا بتلعبي في حاجه او بتكتبي حتى حاجه تانية من على السبوره والمعلمه بتكلمك هتسيبيه عشان تسمعي لها وتشوفي هي محتاجه ايه بالظبط. تمام؟ كأن تتركي في يديك وتغلقي اجهزه التواصل. رد الطبيب معلقا: يا هند، لديك حاسه السمع جيده، كوني مستمعه جيده وانصتي وركزي، لان التركيز ده يا ايه يا سيف من سباط الحكماء. وإذا كنت تريدي أن يستمع إليك الآخرين وكل حكماء عليك أن تمنحيهم ذلك. لو عايزة الناس كلها تحبك وتهتم بيك اسمعهم كويس. دي نصيحة الدرس بتاعتنا. يبقى إيه النصيحة اللي وجهها الطبيب؟ أن صفة الحكماء أنهم يستمعون إلى كل من حولهم بحب واهتمام. حاجة صعبة في الدرس بتاعي يا ولاد؟ لا يا بس. لا يا مس. مين هيقرأ لي لا المعاني؟ حد يقرأ لي بقى أنا المعاني. أنا محمد ناصر. أنا أقول لكم على حاجة لفصل النزاع. إبراهيم اللي عليه الدور. يلا يا إبراهيم، معنى أوده شيل الدور النظام. معنى أود أرغب أو أحب، لم تتوانى، لم تتوانى، لم تتأخر، مستنكرة، مستنكرة، معترضة، خمنت، توقعت، ظننت، وتوهمت. لب الموضوع، حقيقة الموضوع، برافو. بدأ ظاهرة، ظاهرة واضحة، ظهر واضحة، مندهشا، متعجبا. كملي يا سجن، انا فرحته. كملي يا سجن. أيوة يا مس، فيلم أو فيلم؟ فرحت خلصتوا بسرعة يا انتهيت، ساجا، عندي حصة الآن البوح، لازم. فرحت انتهيت. البوح، والإيه؟ الزهار، والكشف، التزيل، تزكلي، تبتعدي يا تبعدي، بنيتي، بنيات نتي، متي صغيرة، تنعي، تتمتعين، تتمتعين، تلتفتي تنظري، شاردة فتنظري منشغلة شاردها وتايهة، شغلة وصافية. تمنحيهم. تمنحي تعطيهم. برافو. يلا يا شباب، أنا للأسف مش عندي وقت إن أنا أطبق عليه لأن أنا عندي حصة دلوقتي سعودي لازم أروح بسرعة. بصي يا شباب، هناخد واجب تاني امس. مش هقولك حالا، المفروض إن احنا كنا نحل أسئلة الفهم دي مع بعض، فمعلش حلوها وبعتوها لي عشان اصححها لكم. سهله قوي اصلا. مية هناخد واحدة يا 181 تمام. 180 و181. ماشي يا طب ولاد؟ يا مس، تمام. طب يا مس، يا ويا تمانين. مس، طب ويا مس، الواجب الثاني ده هنحل ولا لا؟ ايوه 188 معانا واجب. ماشي. ماشي يا مس. ممكن ان انا يوم ال ايه، ماشي خلاص عادي. احنا ما حاول يا شباب ما نغيبش عشان هشرح حاجه برضو، حاجه من الجديد مس في الحصه يوم السبت مع الواجب المراجعين مية وثمانية كاملة. وثلاثين تمام يا نعم. مس. لا الواجب 188. أنا هكتب الواجب على الجروب. طيب يلا 180 تمام. و181، والثانية تقريبا كانت 188. أشوفكم على أنا خير. كتبتهم يا مس على الجروب. ماشي.